معالي الوزير بارود، قديه بتشجع خطوة اليوم الإعلامية، خاصة الإعلامية منى أبو حمزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكل الإعلاميين اليوم المشاركين بهيدي الحملة، وقديه هذا الصوت ممكن يوصل ويتنفذ بوقت كتير قصير، وفي ظل أنه كتار من الإعلاميين وكتار من الشخصيات البيرز في لبنان طالبت بهيدا الشيء ولكن لم ينفذ أي شيء حتى اليوم؟ خليني أقول لك، بالشركات هيك بالشركات التجارية عندهم شيء اسمه corporate responsibility أو مسؤولية اجتماعية. الإعلام عنده مسؤولية اجتماعية كمان، يعني الإعلاميين مثل الفنانين مثل الصحفيين عندهم كمان السوبر ستار، حضور السوبر ستار رغب عليه، لأنه مش أول مرة بيطرح، اللي متابعه بيعرف قديه هو معني بأمور اجتماعية سياسية بمعناها الواسع، مش سياسية بمعنى الزوريب، يعني ما عم بفوت بالسياسة بمعنى الزوريب، عم بفوت بالمعنى الاجتماعي وبالمعنى يلي بيجمع اللبنانيين مش بيفرقون. المؤسف أنه هالقد في أشياء بتجمع اللبنانيين ما عم نشوفها وما منضوي حتى بالإعلام إلا على الأشياء اللي بتفصل بين اللبنانيين وبتخليهم يبينوا ألوان متعددة. نحن بدنا اللبنانيين يكونوا مختلفين بالسياسة، بدنا يكون في تنوع، بس بدنا كمان حد أدنى نتفق عليه، في حد أدنى معيشي، في حد أدنى من كرامة العيش، في حد أدنى من تحسين نوعية الحياة. هذا مطلوب إنه يجمع اللبنانيين لأي فئة انتموا. أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى، لا تزيد كتير علي. بعتقد في حل لكل مشكلة هيدي لازم نعرفها، بس هالمرة خلص لازم نضرب فرين انه كفى بقى، يعني لانه الناس ما قادرة. اليوم الحل كمان بايد الناس تعبر دايما عن رأيها، تعبر عن مشكلتها، عن قضيتها، الطالب المسؤولين، لانه هي واجباتها عم تعملها واكتر، بينما حقوقها مهدورة لدرجة تشتشنا كتير الدولة. مفروض هالمرة لا، نوقف كلنا بوجه الدولة ونقول لها نحن شعب بده يعيش بكرامته، نحن مش مقصرين. وبالوقت ذاته بدي كل إنسان، كل مواطن، كل مواطنة، ما تخاف الطالب بحقها، ما تخاف، هيدا حقها، ما تخاف أبدا. بدك تسمعني وتحكيني، ما بتقدر أبدا تلغيني. بدك تسمعني وتحكيني. كل مواطن بيطمح يعيش ببلد أدنى حقوقه تكون متوفرة، عرفت كيف؟ إن كان من استشفاء، إن كان من أسعار تضل ثابتة على فترة معينة، كان من بنزين رخيص، يعني كل هالمشاكل اللي عم إذا بدك عم تتراكم وعم بتزيد. إنه إيه، بقول للناس شاركوا، يعني ما تكون بس إذا بدك تكون نقد إنه إيه ما رح يطلع من الأمر شيء، لا يا خيي بيطلع. انه خلينا نقتنع بالفكره انه ولو لمره، ما بالنهايه كلنا عم ننطال، ان كان من هالفريق ولا ان كان من هالفريق. نفس حريه ما تقطع عني الهوى، ولا تزيد تير علي. احسن ما نوصل. الاهم شيء بكل هذا اللقاء انه نحس انه نحن متضامنين، في تضامن اجتماعي بغيب كتير من الأحيان بلبنان تحت عنوان المعركة الكبرى، وأنه نحن بصراعات كبيرة، ويعني شغلة أنه بس على شوي بكرة رح تسمعي ناس عم بيقولوا أنه شو بالا منى، شو بالا منى، ما عندنا شيء أهم. ما في شيء أهم من أنه الناس نعطيها حقها بحياة كريمة، ما في شيء أهم من هيك. وبعدين هاي حرية الدستور كفلة أنه أي مواطن يحمل حاله وينزل على الساحة ويقول رأيه. نحن مواطنين متواضعين، ما عندنا أحجام كبيرة، عندنا بس رأي بدنا نعبر عنه، انتهت، ما بدي اكثر منك. واعلاميين، يعني الاعلاميين اللي تواجدوا اليوم هون لهم رمزيته، لانه هن ناس دائما على تماس مع مشاكل العالم، يعني هن على اتصال دائم بالعالم، هن على معرفه بكل شيء عم يصير. فاليوم بلكي هالسلطه الرابعه اللي هي الاعلام ترجع بتاخذ دوره بالمحاسبه، لانه للاسف السلطات الباقيه غايبه، يعني ما موجوده بالبلد. اللي عم تعمليه منا اليوم تحريك لملف نايم. نعم. مشكورة على هالمبادرة، ما حدا بيجوز يحملك أكتر ما بتحملي. نعم. عملتي هالمبادرة، مشكورة عليها. من هون ورايح يا أما الناس بتنظم حالها بطريقة مختلفة، يا أما بيكون الحق على الناس مش الحق على حدا تاني. وإذا وضعنا صعب مش الحق على نجومنا مثل ما كان يقول شكسبير، الحق علينا نحن، ما بنعرف دايما ناخد مبادرة ونكمل. ومش من قبيل الوعظ ولا شيء، كل واحد بتواضع يفكر شو بيقدر يعمل. وبظن إنه
انتم كاعلاميين قدرتوا تعملوا كثير، انتم الصوره الحلوه للبلد، انتم اللي الناس بتزقف لكم بمحبه وبدون مصلحه، انتم الناس اللي بتجي لعندك على حديث البلد ولا بتروح على حفله راغب ولا بتقرا لك ولا يعني كل هالناس هن عاطفيا صادقين باللي عم يعملوه. خلينا نبني على هالصدق عند الناس، مش كله مصالح بالبلد، وإذا بدي أحكي مصالح في مصلحة مشتركة عند الكل أنه نجتمع على هالأشياء اللي بتجمعنا. أنا بشد عقيد معالي الوزير بكل حرف قاله. نحن شفنا مسرحية على مجلس النواب الأسبوع الماضي، صرنا نتخبى من العالم، استحينا شو اللي عم بصير، كلنا اتهموا بعض بالسرقة، ما شفنا حدا طلب لتحقيق، ما شفنا ما سمعنا. وأكيد نحن المسرقين الوحيدين صراحة، يعني نحن المسؤولين الوحيدين، مين ما اتهم الثاني؟ صحيح صحيح. شغلة راغب علامي هون لأنه إنسان إنساني، وهو إنسان قبل ما يكون فنان، وهون عنا أهم شيء إنه عنا إعلاميين من جميع التلفزيونات ومن جميع الانتماءات. أنا بدي أشكر الإعلاميين اللي إجوا من النيو تي في ومن الأم تي في ومن الأم بي إن، يعني كل الإعلاميين ومن المستقبل اللي إجوا اليوم حتى يكونوا معنا تضامنا. هيدا معناتها إنه نحن مجموعين على حول هالملف هيدا. ما بعرف، لانه استاذ راغب يمكن عنده وعي اجتماعي اكثر من غيره، وانسان مطلع وانسان بيقدر يقرا يشوف لبعدين شو عم بيصير، ما عم بيطلع بس بحاله انه هو اليوم فنان ناجح واوضاعه الاجتماعيه جيده، عم بيطلع بمصلحه الوطن ككل. لانه برجع بقول لك مره ثانيه، اذا وصلنا لحيط مسدود الكل معنيين فيه، لانه راح ينعكس امنيا، راح ينعكس علينا كلياتنا. منى ذكرت انه التضامن الاعلامي كان موجود، ولكن ناقل هموم الناس معالي الوزير السابق زياد بارود هو موجود، ولكن قد ايه برايك هناك تكاتف من كل الانتماءات السياسية، وامتى رح نوصل لهيدا التكاتف؟ ما عم نشوفه ابدا. ما في تكاتف ابدا من الانتماءات السياسية ولا من الاحزاب، واليوم الاحزاب لانه ما لقوا انه في لهم ليبل ما اجوا ولا بعثوا ممثلين منهم، مع انه نحن دعيناهم يجوا بصفتهم الشخصية. لو في انتخابات كنت لقيتهم كلياتهم موجودين هون اليوم. لم نصل الى حل. كتار في مدام عايدة صبرة، في زميلة كاتيا مندلق، هي كل يوم على تماس، والإعلاميين الزملاء كلهم فيك تسألهم لألهم، يعني أحكوا معهم، لأنه هن اليوم هيدول الناس اللي على تماس مع قضايا الناس ومع مشاكلهم كل يوم. فخليهم كل واحد يخبركم عن تجربته وعن الشكاوى اللي بيقدر يتلقاها. يا خيي تنكة البنزين بتركيا ب$60، بس فيك تروح على أي منطقة بتركيا بدولار بالمواصلات العامة، يعني مأمنين البديل، مشان هيك الناس ما بتحكي لأنه ما عندها مشكلة. بس نحن بس الشركات الخاصة بتقدر تعمل مواصلات خاصة، الدولة ما بتقدر. ليه؟ دكتور فياض، الصرخة اليوم برأيك رح تتغير؟ رح تعمل شيء؟ هيدا مجرد أول صوت إنه ياهو، بعد شوي بيجي أكتر، بس ما إن شاء الله ما نوصل للأكتر. خلينا نوثق بحالنا، خلينا نحن شباب لبنان نوثق بحالنا إنه نحن عنا الغدرة التعليمية، عنا بلان للبلد، عنا نظرة كمان، وفينا نساهم بكتير أمور. خلينا نحط إيدينا بإيدين بعض. نشرح الألوان قبل. أكيد. إيه. مخرج باسم كريستو أيضا شو بتقول اليوم؟ بقول إنه لازم المواطن ما يكون مستقيل من دوره، يعني في استقالة الهيئة وفي عمى سياسي، بالنتيجة البلد رايح على هاوية، بدها فريم إيد. يعني عن جد انه اذا الفريم ما عم يدعس لازم فريم ايد، لانه كلنا رايحين على الهاوية اذا بنكمل هيك، واذا المواطن رح يضل مستقيل من واجباته ومن دوره ما في دواء. يعني انت كمخرج شو بتقول، من سيخرج لبنان من ازمة الغلاء قريبا؟ كل واحد منا لازم يكون مخرج ويخرج البلد من، اذا مش كل واحد اعتبر حاله انه هو قادر يخرج البلد، وكل واحد يعمل ولو 0.0001%، ما راح يصير شيء. كاتيا خوري مندلق ايضا من الام تي في، من شاشه الام تي في، شو بتقول اليوم بظل هيدا التظاهر؟ بتصور نحن مش معودين نطالب بحقوقنا، يعني مفكر انه اذا بالاشياء الكبيره ومقتنعين انه ما فينا نغير كثير اشياء، مفكر كمان انه بالاشياء الصغيره لازم نسكت، معودين على السكوت. معلش شوي شوي خطوه ورا الثانيه متعود انه نحكي. بتصور اذا اسبوع واحد ما اشترينا بنزين مثلا وقررنا انه نقعد ببيوتنا، بتصور انه بينزل سعر البنزين، بس هل نحن مستعدين نعمل هيك شيء؟
الفساد رح يبقى لأنه الناس ساكتة، والناس مفروض تبلش من مطرح وتبلش توعى. ما بعرف إذا زعيم بده يدعي لتظاهرة قديش عدد المئات والألوف والملايين اللي بينزلوا، ولكن اليوم المفروض بقى أنه نحن نتظاهر كرمال ونعتصم كرمال حياتنا، كرمال لقمة العيش، وكرمال أنه نقدر نقعد بهالبلد بكرامة، لأنه كفينا كذب من السياسيين، كفينا وعود، وكفينا متاجرة فينا. فاليوم لازم يبلشوا الناس ينطلقوا من مطرح، إن شاء الله تكون هيدي البداية. ونحن كإعلاميين، كل الإعلاميين مدعوين أنه يتحركوا، لأنه هن مفروض يكونوا نخبة بالمجتمع، مفروض يكونوا هن إعلاميين للناس مش للسياسيين. فإن شاء الله خير. نبيل عساف، اليوم نحن بحملة مثل ما شايفين، لابس تي شيرت وحامل صحن بكفة وماج كمان بكفة، معارضة أو موالات قدام المستشفيات بكفة، 14 و8 كل العالم جوعانة بكفة، وشو بعد كمان؟ نشفوا لنا ريقنا بكفة. شو بتقول اليوم؟ قلتهم بس بطريقة هي طريقة التعبير، يعني نحن ما عم نعمل عرض، بس عم نستعمل أوقات وسيلة معينة تنضوي للإعلام، تنضوي للناس ينتبهوا شوي، يفيقوا على حالهم أنه هذا الصحن هذا ما بفرق لا بين 8 ولا بين 14، وتقعد تقعد تاكل إذا ما معك حق لقمة الأكل ما رح تفكر لا السياسي رح يطعميك ولا الحزب رح يطعميك، أوكي؟ بيعطيك إعاشة بس ما بيضل مهتم فيك لعمرك، ما لك أنت الطالب. أنا بدعي الناس كلهم هن يتحركوا، ما تنطروا من الدولة، ما بقى حدا يقول الدولة، ما بقى حدا يقول المسؤولين، الناس هن مسؤولية، أنتوا الدولة، دولة هي مجموعة ناس عندها مسؤوليات، أنتوا عندكم كامل السلطة، أنتوا جبتوا هالأشخاص فيكم تشيلون، فيكم تحسبون، فيكم تنزلوا على الشارع وتطالبوا شو بدكم، طالبوا الناس إنه في شيء مش مقبول. نحن وجودنا هون فقط يمكن وجوه معروفة بالتلفزيون وبالإعلام لنضوي على هالمشكلة، نكون حد الناس يلي الإعلام ما بيجي لعندها، فبدها طريقة تحفز فقط لا أكثر ولا أقل. ويعطيكم العافية، بس بطلب الناس تحركوا، ما تقعدوا بيوتكم وتنقوا، كنت تنزلوا على الشارع. احنا هون تنقول بكفة، وإذا حكينا مش لأنه قلنا علاقة بالسياسة، نحن عالم بدهم يعيشوا، وجينا نقول بكفة قبل ما تصير ربطة الخبز هالقد. ما بقى فينا نتحمل كل شيء عم بيصير، للأسف إنه العالم ما أجوا قد ما كان متوقع، بس العالم يمكن راضي وراضين إنه يكونوا عالم ما بحبوا التغيير. بكفي إنه هو الخبز عم بقل وعم بيصغر كمان عم بيضعف، فأكيد الإنسان ما رح يقدر يأمن حاجته من أي هالخبز اللي أكيد في ناس كتير ما قادرين يطعموا أهلهم أو عائلتهم هالرغيف، فانه ما في حدا يقدر يعيش بنص رغيف. بكفي سرقه بهالبلد، خلي لبنان يعيش ويضل ببلده، لان بلد بس يتمثلوا برا شو عم بيعمل الشعب برا، قديش عايش اللبناني مرتاح ومكرم برا بلده، خلينا نعيش ببلدنا مرتاحين مثل برا. بس بقول لهم بكفي، وبقول لهم بتمنى يسمعونا، مش يفكروا بس عم نحكي، انه عن جد زهقنا منهم. ما حدا بيسمع، العالم كلها بتحكي وفي بروجرامات كتير بتحكي وما حدا بيرد من السياسيه، ما كانه نحن موجودين، بس ان بيحكوا باسمنا، بيقولوا انه طالعين يحكوا باسمنا، بس ما في حدا بيحكي باسمنا. بدي اقول شغلتين بس، نحن جايين من شويفات، انا ببلدي شويفات، بس جايين بشكل شخصي، جايين لانه دعينا حدا صادق، حدا ما عنده اي غايه لا سياسيه ولا طائفيه ولا دينيه، حدا جمع لبنان على المحبه، جمع لبنان على شغلة واحدة هي حديث البلد اللي هو متنوع. بدنا نقول بكفي، بكفي غلا، بكفي استغلال، بكفي كره بين بعض، بكفي حقد، بكفي كل هالأمور اللي عم بتصير من وراهن، بس هيك بدنا نقول. هيدا هو القصة كلها، رغيف نحيف ليشبع ولد واحد ما بكفيش، وسعره مثل سعر كل شيء بهالبلد، بدك تحسب له 1000 حساب، يعني لا تواخذني بكلمتي، بس آخر نهار الوزير والشعب الفقير بدهم ياكلوا نفس الرغيف، بس فيي اسألك خيي لوين بعضهم طالعين بسعره؟ قالوا شو بيضحكوا علينا، سعره هو ذاته بس بخففوا له حجمه، ولك والله هيداك نهار فتت على السوبر ماركت ما عرفته للرغيف، تغير كثير وضعفان، والشعب المعطر ساكت. يمكن لك زهق أو صار بيأمن إنه صوته ما حيعمل شيء، بس القصة كبرت وكبرت كتير. قلن لهالزعمة الشعب ما بيموت الجوع، لا تسكير المستشفيات ولا رفع سعر ربطة الخبز رح يقتلنا، وهي لأنه اللي خلقتوه بنفوسنا. شكرا، منقلن شكرا على اللي خلقتوه بنفوسنا، شكرا على الزل، شكرا على القتمة وعلى القهر، شكرا على فرص العمل لأن أنا عفنت بالبيت
وشكرا لانكم بتشبهوا كل شيء الا الانسان ويا معطر يا لبنان. بدي انا اقول مثل كثير مهم، خير الكلام ما قل ودل، يستحوا عليهم على كبرتهم على شيبتهم على طقمتهم الحلوه، الشعب جوعان بلي تسترهم ستر باللبناني.